صنعت الجماهير الجزائرية بحي بلقايد بوهران أجواء استثنائية ورائعة عند متابعتهم لنهائي رابطة أبطال أوروبا، حيث هنأوا مانشستر سيتي والنجم رياض محرز على التتويج بأغلى الألقاب الأوروبية على حساب نادي إنتر ميلان، معبرين عن أسفهم في نفس الوقت عن غياب محرز عن النهائي بسبب خيارات المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي فضل تركه في بنك الاحتياط. التغطية لياسر راشي. نباركوا النجم المنتخب الوطني رياض محرز التتويج برابطة أبطال أوروبا وفوز مستحق للسيتي اللي خسر نهائي في 2021 وخسر نصف النهائي ضد ريال مدريد الموسم الماضي، وهذا العام تتويج مستحق لغوارديولا، أكد أنه مدرب عبقري. وعندي صديق تاعي عماد حليمي راح لتركيا وخلى العرس تاعه باش يشوف السيتي ويشوف رياض محرز ونقول له ما تعبش على باطل، راك رحت على السيتي داتها. مباراة شيقة، الشوط الأول كان مغلق، نبارك لرياض محرز، لكن غوارديولا داهية بعد دخول فودن، انقلبت المباراة، وألف ألف مبروك لمانشستر سيتي وهارد لاك لإنتر ميلان، ونبارك للجزائري رياض محرز، ونتحسن لعدم دخوله للعب المقابلة، وشكرا. مانشستر سيتي كان في المستوى اليوم وبكري كما نقولوا محرز كما نقولوا رابح ماجر داها بكري، بصح هذا العام خويا محرز هذاك بكري وقتهم ووقتنا ماشي كيف كيف، زعما حاجه ماشي عاديه كما نقولوا ما يدخلش محرز، مي ما علاش، المهم كما نقولوا التاريخ هضر عليه والالقاب يهضروا عليه، هذه هي خويا. تحيه الجزائر الثقافه القربانيه. انا كمشجع لمانشستر سيتي حاجه الاولى نهنئهم بهذا الفوز كما نقولوا احنا دوري ابطال اوروبا، سيرتو كما نقولوا احنا صافي بيان لونتون ما داوهش، وحنا كاع كشعب جزائري فري زعما زعفنا مين ما لعبوش محرز، خاطر محرز روحو نقولو كيما قال لك ما يمثلش غير الجيري، يمثل كل الشعب العربي بيان سور، كيما قال لك فخر العرب هو بيان سور، مي روحو نقولو كيما قال لك بالبركه عليهم، وان شاء الله عقوبة العديد من النجاحات والهارد لاك كيما نقولو احنا الفريق انتر دو ميلان. الماتش كان شباب، اجواء كانت رائعه كيما يقول لك، شونا دوماج محرز ما لعبش. مي بصحته بركة عليه لاكوب ولعبوا غاية سيتي يستاهلوا لعبوا خير من انتر. أنا فرحانين من فات من ربح سيتي، دوماج ما لعبش محرز، مبروك وعقوبة إن شاء الله لصوالح أخرين.